كاين احترام كبير جدا للمنتخب التونسي شخصيا، وكاين احترام لنبيل معلول لانه ما قدم يعني الكره التونسيه وفريق الترجي من واظن بانه الفريق الوطني المغربي اصبح يعني يثق في نفسه، اصبح يعني يقارع الكبار امثل المنتخب التونسي من اجل الرجوع للصعيد الافريقي، خصوصا وانه نعرف ان الفريق التونسي هو حامل لقب 2011، واذا ما ازحنا حامل لقب فهذا غيعطينا نفس ويعطينا يعني ثقه كبيره جدا من اجل الاستمرار، فاظن بان المنتخب المغربي عرف كيف يتعامل مع المباراه يعني برزانه بثقه واكثر منها بانضباط تكتيكي. شكرا.